السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة المراكشية. اليوم غنحضروا طبق مغربي تقليدي، هي الديالة. غنصبوها إن شاء الله بنصب الطاجية، كتجي فيها معلكة ولذيذة بزاف. بهذه الطريقة اللي ما كيزعمش يطيبها أو بزاف الواحد كيتلف أش يدير بها، هي جربوا هذه الطريقة تعجبكم بزاف وتوليو معتمدة عندكم. تخليكم على المقادير وطريقة التحضير، ما تنساوناش اضغطوا على الزر الاحمر ابوني وديروا جيم خاطر في قناتي ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديده. بالنسبه للمقادير كنحتاجو كيلو حتى الكيلو ونص ديال الدياله، اي الديل ديال العجل. عندنا هنايا قليل من الزعفران، درنا في كاس ديال الماء. هنا الزيت غادي ناخذو نص كاس، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه كبيره ديال السمن من البلدي، معلقه صغيره ديال القزبر حبوب على هذا الشكل، نص معلقه ديال السودانيه، وهذه السودانيه هي اختياريه، هي هو كتجي واحد اللذة بنينه بزاف. خمسة الفص تاع الثوم، عندنا هنايا الحامض مرقد اي المصير وحده. بسم الله كناخذ هذه الدياله على هذا الشكل، هانتوما كي كتلاحظوا هذه الدياله كنقولوا لها ولا الديل تاع العجل، كتجي بيه واحد الطنجيه لذيذه بزاف. غندير لها نصف ديال الطنجيه. الان كناخذ واحد القليل من الماء اللي فيه الزعفران على هذا الشكل، كنصبوا فيه هذا المقادير، الكمون، السودانيه، فلفل حار وهذا اختياري، القزبر يابس اي القزبر حبوب طحناه بحال هذا الشكل، الثومه بعد ما ابشرناها كنمزجوا هذا الخليط مزيان، بعد ما تنمزجوا هذا الخليط مزيان كنديروا فيه هذه الدياله، كنرقدوا فيها الدياله باش ما رقدناها تقريبا على الاقل نرقدوها واحد الساعه، راه كتجي بنينه وديده، وكتجي هذه الطنجيه واحد المذاق ديالها رائع. بعد ما مزجنا العطريه في اللحم اي الدياله، الان غادي نتركوها تقريبا على الاقل، ما تركناها نتركوها ساعه باش ما تركناها تشربات هاد البنه كتجي بنينه. وبالنسبه للملحه كتلاحظوا ما درتش فيها الملحه، لان المصير والسمن هذا البلدي راه فيه الملحه، حتى تطيب وكندوقوها ولا خصتنا الملحه كنزيدو عليها. بسم الله بعد ما رقدات الدياله وشربات مزيان القوام ديالها، الان كناخذوا هاد كنوضعوها، كنحاولوا نوضعوا القطعه الكبيره هي التحتانيه على هذا الشكل. بالنسبه لهذه الدياله وهاد الطنجيه راه كتجي بها لذيذه بزاف وكتجي رائعه. كنحاولوا باقي ديالها، كنديروا مصيره واحده على هذا الشكل، الباقي ديال الزعفران، الماء مع الزعفران، كنديرو معلقة كبيرة ديال السمن، كناخدو كاس تقريبا كندير نص كاس، على هاد الشكل، كنوضعوها فوق الكوكوط حتى تتغلى لينا، كنوضعوها على النار حتى تتغلى لنا الكوكوط. من بعد كنقصو عليها النار وتنتركوها تطيب على المن باش تطيب لينا معلكة وكتجي بنينة وديدة بزاف. بسم الله بعد ما وضعنا الكوكوط على النار، هاهي كي كتلاحظو بأن راه غلات، مكنضيفوش ليها لا ما لا والو، كنحاولو نقصو عليها النار وتتكون النار مهيلة، وكنسدو عليها الكوكوط مدة تقريبا 45 دقيقة وتتكون النار مهيلة، تتمر 45 دقيقة وتنحلو الكوكوط وتنراقبوها، لان هاد الدياله حسب العجل، كاين العجل تيكون صغير كاين اللي تيكون كبير. الان غادي نسدو عليها ونتركوها تكون النار مهيله. بسم الله بعد ما مرت تقريبا 45 دقيقه حتى لساعه، لان حليت عليها في 45 دقيقه لقيتها باقي خاصها شويه الطياب، زدت شي شويه ديال الطياب كيف ما تلاحظوا، تقريبا ساعه كيف ما تلاحظوا بان اللحم راه تلقى لنا الماء، ما ضفنا لا ما لا والو، هاد المرق راه كيجي معلك على هاد الشكل، كيجي بنين ولذيذ بحال الطنجيه حيت كطيبناها في الفرن هادشي على هاد الشكل. اللي بغى يقدمها على هاد الشكل قدمها، واللي بغى يضيف فيه الشحره شي شويه يمكن يشحرها. بالنسبه ليا انا غنقدمها في الطاجين وغنتركها في الطاجين حتى تتعلق بعض الشيء، كنتركها بين 5 دقائق حتى 10 دقائق باش كتجينا واحد اللذه بنينه بزاف. بسم الله كناخذ هذا الطاجين، ما كنشعلوش عليه النار حتى تنوضعوا فيه اللحم،
كنقدم في الطاجين، لان الطاجين كيجي واحد التقديم ديالو تقليدي وكيجي رائع بالنسبه. بسم الله كناخذو على هذا الشكل. وبالنسبه للطاجين كتبقى سخونه، كيبقى يجي سخونه ولذيذه، غير جربوها ما تردوش، راه كيجي واحد البنه وتجي الشكل مختلف. بعد ما وضعنا اللحم كناخذوا هذا المرق كنصبوه، كيجي هذا المرق معلق. الان بعد ما صبينا المرق كنتركوه على النار تقريبا 10 دقائق حتى 15 دقيقه وتتكون النار مهيله، وتما كنغطوش عليه باش هذا اللحم الفوق كتعلق لينا والمرق كتزيد تتعلق، ومن بعد كنقدموه. بسم الله بعد ما تعلقات الطنجيه صبحت على هذا الشكل، هانتوما كي كتلاحظوا اللون ديالها من الفوق محمر مجمر. الان غادي نحاولوا نطفيو عليها النار وكنقدموها. قبل ما نقدموها كنزينوها بهذا القطع نتاع مصير على هذا الشكل، كنقدموها بالصحه والراحه، راه كتجي لذيذه وبنينه بزاف. الشكل النهائي ديال الطنجيه ديالنا، الطنجيه بالدياله، كتجي على هذا الشكل، كتجي لذيذه وبنينه بزاف. كنتمنى تعجبكم وغادي تعجبكم، هيبر جربوها، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.